السلام عليكم، أنا محمد من قناة إي بوي، ونعود إليكم مجددا مع ملخص أخبار الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 20/2/2020. ونبدأ أخبار هذا الأسبوع مع ظهور عدد من التقارير اللي تتعلق بسعر جهاز بلايستيشن 5. التقارير من موقع بلومبرغ وتقول بأن سوني تواجه مشكلة في مسألة تقليل سعر جهاز بلايستيشن 5. فنذكر في الجيل الماضي سوني قدمت جهاز بلايستيشن 4 بتكلفة تعادل $399، والشركة كانت تحقق أرباح تقدر بقيمة $18 مع كل وحدة مباعة من الجهاز. بحكم أن التكلفة التصنيعية لبلايستيشن 4 في تلك الفترة كانت تعادل $381 بالمجمل، بس الحين أنت تتكلم عن تكلفة تصنيعية لجهاز بلايستيشن 5 تقدر بقيمة $450 على الأقل. السبب وراء ارتفاع تكلفة التصنيع يعود لضغط السوق على الشركات المصنعة. فمشكلة سوني حاليا هي في توفير قطع ديرام وناند فلاش ميموري كافية لجهاز بلايستيشن 5، ونفس هذه القطع مطلوبة من قبل شركات وأسواق ثانية مثل سوق أجهزة الموبايل. فهالشيء أدى إلى ارتفاع أسعار القطع وبالتالي ارتفاع تكلفة تصنيع بلايستيشن 5. وترى الشيء هذا مو جديد في الصناعة، فعندك بلايستيشن 1 كمثال عانى من نفس المشكلة هذه. لو نفترض أن بلايستيشن 5 تم بيعه بنفس نسبة الربح، هذا الشيء معناه أن الجهاز بينباع بتكلفة تصل أو تتعدى $470. لكن حاليا في انقسام في شركة سوني، فجزء يود بيع الجهاز بربح مثل ما كان الموضوع مع بلايستيشن 4، وجزء ثاني يرى بأن الجهاز يباع بخسارة أفضل بالنسبة لهم، وتعويض هذا الخسارة بيتم عن طريق أرباح الألعاب إلى جانب الخدمات وما إلى ذلك. وترى على فكرة هذه نفس نظرة كينشيرو يوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة سوني، اللي قال بأن الصناعة صارت تتحدد بعدد المستخدمين وليس بعدد الوحدات المباعة من الجهاز أو أرباحها. أعتقد أن سوني من الشركات الهادئة جدا فيما يتعلق ببداية كل جيل. يمكن أنهم غلطوا صح في جيل بلايستيشن 3، بس بالنظر للأجيال الأخرى شركة سوني كانت تنتظر دائما المنافسين قبل ما أنها تحدد السعر النهائي وتضع عدة خطط في حال أن كان السعر غير مناسب للسوق أو أن منافس من جانب شركات ثانية. فممكن نسمع عن السعر بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن سعر اللي هو الأكس بوكس سيريس X. ولو كانت هذه التقارير صحيحة، أعتقد الحل المنطقي الوحيد من جانب شركة سوني هي أنها تبيع بلايستيشن 5 بخسارة أو بتكلفة $450. فبهذا الشكل سعر الجهاز بيكون ما بين $399 و $499، فأعتقد ممكن يكون متقبل من جانب أغلب اللاعبين. وحط في بالك أن السعر أكس بوكس سيريس X ما بقل عن $499، بالذات أن مايكروسوفت قررت وبشكل مجنون أنها تنزل كل ألعاب استوديوهات على الجيلين لمدة سنتين. فبالتالي عدها الأكس بوكس 1 وعدها سيريس X، وانت تختار المناسب بالنسبة لك على حسب اللي هي البجت الموجود عندك. فما أشوف مايكروسوفت خسرانة أي شيء حتى لو باعت الجهاز بتكلفة أكثر من حتى $499. بس سوني من جهة ثانية تحت ضغط كبير ولازم تقدم جهاز مناسب بتكلفة جيدة، بس ما تدري ممكن سوني في النهاية تفاجئنا بسعر غير متوقع وجهاز أسطوري. لذا ننتظر ونشوف اللي عندهم. بس واحدة من الأخبار المخيفة اللي قريتها مؤخرا هي عن قيام سوني بتسجيل براءة اختراع لنظام صوتي يقوم بتقديم نصائح للاعبين بس بمبالغ مادية. يعني باختصار مايكرو ترانزاكشن يساعدك على انك تتخلص اللعبة، هذا اللي كان ناقصنا. الشيء هذا ممكن يشمل هزيمة بوس او تعدي مكان معين، او حتى ممكن يقترح عليك ايتم ينباع في الستور، او حتى DLC ممكن يسهل عليك اللعبة. وترى على موضوع DLC، ترى هذه صارت موضة تستخدمها شركة نينتندو كل ما نزلت لعبة فاير امبلوم، فتخلي لك التلفيل الصعب في اللعبة وبعدين تنزل لك DLC يقول لك ترى تقدر تنزل هذا DLC وتقدر تلبل بسرعة. وهذا الشيء المخيف في الموضوع، ففكر فيها من ناحية ان الشركات الطرف الثالث مستحيل ما تستغل هالنظام حتى لو سوني ما استغلته. يعني على فكرة ممكن تشوف EA تطور لك اللعبة وتقول لك ان هذه المرحلة في بوس ما يتأثر الا بالسلاح الناري وبوس ثاني ما يتأثر الا بالسلاح المائي، فاما انك تواجه الاثنين في نفس الوقت وعاد انت كيفك يعني، او انك تدفع $5 بس وبنعطيك سلاح فيه تأثير مائي وناري، صدقني بتصير. او عاد اذا انك ما تبغي يعني ممكن تلعب 20 ساعة بلعبتنا علشان تطلع نفس السلاح. تتوقع التطبيق هذا ما بيصير في المستقبل لو سوني طبقت فكرتها العبقرية هذه؟ يعني على اساس اننا ناقصين انكم تسهلون المايكرو ترانزاكشن للشركات، الحين الشركات بتصير تقرا اللي انا اسويه في اللعبة وتصعب العابها اكثر. بس يعني ممكن انا استعجلت في الموضوع، هو يظل انه جرد براءة اختراع لا اكثر، واتمنى انهم ينسونها بصراحة. يعني
بس على كل حال هذا اللي كان عندنا بخصوص اللي هي الأخبار الرئيسية. فخلنا ننتقل للأخبار السريعة. تقارير تشير بأن تكلفة تصنيع جهاز إكس بوكس سيريس إكس تصل وتتعدى $460 كأقل حد ممكن. وهذا الشيء لو صار معناه أن إكس بوكس القادم بتكون تكلفته غالباً $490. استوديو كوانتك دريم سيبدأ بنشر ألعاب المستقبلية بنفسه، بما معنى ما بتكون فيه حصريات إضافية لأجهزة سوني في المستقبل من قبل هذا الاستوديو. استوديو ريميدي إنترتينمنت مطور لعبة كنترول وألان ويك يعمل على 3 مشاريع جديدة، وأحد هذه المشاريع بتكون لعبة مالتي بلاير على نظام اللايف سيرفيس، يعني نفس لعبة داستيني، واللي هي الألعاب اللي تحصل على تحديثات مستمرة. الإعلان عن نسخة خاصة ما تقدر تقولها ورا بعض من كرت 2080 تي اي للعبة سايبر بانك. شكل الكرت جميل جدا يا جماعة الخير، بس في 200 نسخة منه، فغالبا بتحصله في باي ب 2000 ولا $3000. يوبيسوفت تؤكد قدوم نسخة من لعبة رينبو 6 سيج للجيل الجديد، والنسخة هذه بتدعم اللعب المشترك مع الجيل الحالي بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1، وتاريخ اصدارها بيكون مع اجهزة الجيل الجديد. استوديو كود ماسترز المشهور بالعاب السباقات مثل ديرت يبدأ بتعيينات جديدة للعمل على مشروع جديد. THQ نورديك تعمل على ريميك للعبة جوثيك، والمشروع ما زال في مرحلة تطويره الأولية. سوني تقوم بتسجيل براءة اختراع لأفكار جديدة ليد تحكم، أعتقد أنها موف 2، بس في أفكار جيدة موجودة فيها، مثل أنك تقدر تربطها على يدك وفيها أسطح قابلة للضغط بطريقة مختلفة، أو تقدر تمسكها حتى، وهذا الشيء بيساعد بشكل كبير في تعزيز تجربة المسك أو حمل الأشياء في الألعاب، وبتكون أكثر واقعية من أنك تستمر بالضغط على الزر الخلفي لمسك الأشياء مثل ما هو الوضع حاليا. نجاح أسطوري لفيلم سونيك اللي صدر هذا الأسبوع، والفيلم حصل على تقييم 94% من جانب المستخدمين في موقع روتن توميتوز. الحمد لله أنهم عاد سمعوا رأي المجتمع وغيروا شكل سونيك، كان شكله يعني كان بيكون أفشل فيلم وتحول إلى أفضل فيلم في تاريخ الألعاب، ما أدري كيف صارت يعني. تسريبات تشير إلى أن لعبة Final Fantasy 7 ريميك تتطلب 100 جيجا بايت، ولإشاعات هذا الأسبوع عندنا تسريبات عن وجود أنمي لكل من ديابلو أوفر ووتش من نتفليكس، ويقال بأنه ربما نحصل على معلومات أخيرا عن لعبة ميترويد برايم 4 في بث مستقبلي من جانب نينتندو، ما أنا أعتقد أن بثهم الوحيد اللي سمعت عنه هو عن أنيمال كروسينج، ما أدري. وأخيرا في إشاعات عن الكشف الرسمي عن جهاز بلايستيشن 5 في نهاية شهر فبراير، مع أني أعتقد أنه بيكون في إبريل. ومؤخرا صرت أتابع قناة سيلفستر، والقناة ترى جدا ممتازة على فكرة، بالذات الفيديوهات اللي بيني وبين ام جي فيها الذكريات رهيبة جدا يتكلموا على الألعاب، وهي الفيديوهات الأمتع بالنسبة لي، فأنصح بمتابعة القناة لو كنت مهتم بمحتوى الريترو. وأيضا لا تنسى تتابع حسابنا في تويتر واللي ننزل فيه أخبار بشكل دوري. وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو، فيعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.